مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة اليوم قصة جن مخيف ومرعبة، والقصة حدثت بالصحراء، والقصة طلبها أحد المتابعين من عندي، عاتب علي بتعليق يقول لي صار لك فترة طويلة جدا وانت تدري بينا احنا نحب قصص البر وانت ما ناشر ولا قصة حدثت بالصحراء أو البر. القصة مال اليوم حدثت بالصحراء، وأوعدكم ان القصة راح تكون ممتعة ومرعبة. قبل لا أبدأ بأحداثها أريد من عندك إذا كنت ما مشترك بالقناة تشترك لي بالقناة وتفعل لي زر الجرس وصلوا لي على الحبيب المصطفى وذكروا لي الله يا جماعة الخير لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. اسمي عبد الله وهاي القصة عشتها ويا الوالد. والدي كان من محبين طلعات البار والكشتات بالصحراء، وكان دائما يحب يطلع وحده أو ياخذ أبو صالح جيراننا وياه، وكان هذا الشيء يسويه تقريبا بشكل يومي. أنا والدي رجل متقاعد كبير بالسن ويفضل الجلوس بالصحراء على غير مكان، وكنت أحيانا أني أطلع وياه وأروح، وأحيانا الصراحة ما أحب أطلع، يعني الوالد يظل بس جالس بالصحراء ساعات طويلة ووقت طويل، وتقريبا الروحات مات للبر كل يومين كل ثلاثة وأحيانا يوم بعد يوم ما عنده أي إشكال. بيوم من الأيام جلست الظهر وياه وبديت أسولف. الوالد كانت نفسيته تعبانة بسبب موقف مأثر بي سابقا، فجلست أسولف وياه وكان يوم عطلة، فقلت له شنو رأيك نطلع أنا وياك هسه وناخذ غدانا ونطلع للصحراء. كانت أيام الأجواء بيها جميلة والشمس كانت خفيفة بذاك الوقت وكو غيوم مقطعة، فطالع بي الوالد وقال خوش فكرة هاي يلا نطلع. فقلت له أنا راح أروح أجهز يعني غراض أجيب وأرجع لك، إذا تريد تكلم أبو صالح يروح ويانا ما عندي أي إشكال، واليوم أروح بسيارتي. قال تمام، وفعلا أخذت سيارتي ورحت جبت عدة غراض اللي هي الأشياء مال الغداء، أكيد ما راح نتأخر ولا راح نبات هناك. وبعدين لما نجيت لقيت مخابر على صاحبه اللي هو أبو صالح، وقال لي أبو صالح طالع وما يروح للبر يلا خل نطلع عاني وياك. فعلا خليت الوالد بالسيارة وتوجهت وبديت أمشي، كل ما أوقف بمكان بالصحراء يقول لي تقدم هذا المكان ما يعجبني، لغاية ما تعمقنا وتقريبا على الساعة 2 يلا لقينا المكان المناسب، وبعدها نزلنا عاني وياه وجلسنا بعد ما فرشنا، وكنت جايب أكل وياي مثل ما قلت لكم، فجلسنا عاني وياه وبدينا ناكل والأمور طيبة وماكو أي إشكال لغاية العصر وانا وياه جالسين، وقلت له ها هسه اكيد تبدل المود ماتك يلا خل نطلع ونرجع. قال لا الاجواء صارت احلى، تعال خلي نشب النار وما ادري شنو. قلت له انا ما جبت وياي حطب. قال خلاص خليها اليوم مبيت والمكان هذا ما بي شبكه، اطلع انت روح جيب لنا اغراض واليوم مبات بالصحراء. فبذاك الوقت ما قدرت اكسر الى كلمه وما قدرت اصلا اتحاور وياه ولا اقول له احنا ايش عندنا، قلت خلاص انا اطلع اروح يعني وبلكي اذا لقيت واحد من جماعتي يجي وياي ما عندي اي اشكال. ذاك الوقت وصلت الشارع واتصلت باهلي وقلت لهم اليوم مبات بالصحراء والوالد بقى وحده بذاك المكان. طبعا والدي من نوعي يحب يتحرك بالصحراء، يفتر يجيب حطب، متعود على الحياه البريه، وفعلا هذا اللي سواه بعد ما اني رحت وغبت عنه. وبعد ما جبت غراض رجعت للوالد. يوم اللي رجعت ويا يعني وقت المغرب، فتفاجأت انه الوالد مدد بالعرض بحالة غريبة ويعني حالته مزرية ومبين هستوى فاقد الوحي، لان كانت اكو نار مشتعلة يمه، مبين هو متحرك ورايح جايب حطب وشاعن نار، وما كنت تعرف شنو اللي صاير وياه. بس انهاريت، والدي مدد قدامي فبديت يعني اصحبي واقعد وارش على وجهه مي وفتح عيونه. بعد ما فتح عيونه كان السواد صاعد لي فوق وعينه بيضة، وكان بالقوة يتنفس، وحاولت أرفعه من الأرض كان جسمه ثقيل جدا، وسحبت سحب أريد أصعده بالسيارة كنت ما أقدر، لغاية ما مرة واحدة فتح عيونه وطالع بوجهي وقال لي أنت جاي تسوي؟ قلت له أنت لقيتك كذا وكذا. قال لا لا أموره طيبة، دخلت شوية فقط من الدخان لما شعلت النار. في ذاك الوقت أنت أمورك طيبة بيك شي؟ خل نطلع خل نروح. قال لا ما بي اي حاجة واموري طيبة خلينا جالسين. جبت غراض؟ قلت له نعم، وقام بنفسه ونزل الغراض من السيارة، وكل ما مديدي على حاجة
والدي تصرفاته تصير أغرب. جبت لحم قلت له، جبت دجاج قلت له، ما خليت حاجة ما جبتها. يلا نزل الغراض، يلا خل نطبخ، ما ادري شنو. جبت فحم وياي، ويعني كانت حركته مفرطه، ووالدي انا ما تعودت عليه يعني بي حاجه غريبه. اجيت وسالته قلت له بيك شي؟ كان يصرخ بيا بصوت عالي وقال لي شنو شايفني مجنون ممسوس؟ امشي من نام عليك. استغربت جدا ورحت جلست بالسياره وطالع عليه وهو يتصرف تصرفات غريبه. يجوز انت هسه لما تقعد بالبيت وتطالع يعني ما راح تناظر باسرتك او اهلك او ابوك او اخوك، تجلس جلسة عادية وبيدك جوال بيدك حاجة، فما راح تركز عليهم زيادة. اما انا بوقتها كنت مركز عليه وعلى تصرفاته، تصرفاته فعلا كانت مريبة ومرعبة بنفس الوقت. كنت ما مطمن له، نزلت من السيارة والجوال بيدي احاول القى شبكة بالمكان، بس انا متأكد ماكو. المهم حاولت على شبكة ما لقيت، رجعت لقيت والدي جالس وجاي يحضر بالاكل. اساعدك بشي؟ طالع بيه بنظرة ما اعرف شلونها ورجع مرة ثانية. وبثنام وانا جاي افتر ناظرت لقيت جحر موجود بالارض جديد. مع العلم اول ما اجينا ما كان اكو جحر بالمكان، الامر غريب يعني. وحتى التراب اللي كان طالع من عنده التراب كان رطب. فرحت يم الجحر وناظرت بيه، تفاجئت اكو حاجة تلمع بالارض وخفت من ديدي واخذها. بعدها قلت لوالدي قلت له هذا، قال اتركه ولا تلعب باي حاجة، هذا مو انه. قلت له شنو؟ كان يقول اللي موجود ويلمع هذا الذهب مو انه، لا تمد ايدك عليه. يعني ذهب وابن الصحراء وانا ما مد ايدي عليه؟ وهسه جيت ارد امد ايدي وصرخ بيه. وبعدها قلت له بس خل اشوف، وما اعرف شلون باجزاء من الثاني. بيني وبينه تقريبا 6 إلى 7 أمتار. بقفزه واحده ما حسيت غير اني انسحب وارجع على الفراش بمنظر غريب جدا. حتى الثوب او الدشداشه اللي انا لابسها انشقت يعني، والوضعية غريبة. ووالدي بقوة مفرطة ما اعرف شلون. وبعد ما جهز الاكل خلى نص من عنده والنص الثاني اخذه ومشى وقال لا تتبعني. سوالفه كلها غريبة، حركته مريبة ومرعبة. المهم راح الوالد يتمشى وشايل الاكل الباقي وانا اطالع بيه. وين رايح؟ ناديته ابو عبد الله احكي وياه، ما كان يرد علي وفعلا تركني وراح. بعد شوية وبعدها رجع يتمشى فارغ بدون الأكل. فسألته قلت له أنت وين وديته؟ قال وديته للحيوانات تاكل. قلت له غير ناكل إحنا ونشبع، يلا تودي أشو أنت أخذت الأشياء الزينة ووديته. وكان يقول لي خلص خلص لا تكثر بالكلام يلا أكل. جلستان وياه أكلت. الأكل كان مين كان نهائيين، الأكل ما بي ولا قطرة ملح. قمت حتى أجيب الملح، كان يقول لي وين رايح؟ قلت له اجيب ملح، قال الاكل مالح تعال واكل. الصراحة عرفت الوالد بي نوع من المس وحبيت اسايسه منه لحد ما يقتنع انه نطلع. وكل ساعة اقول له اتأخرت اريد اطلع، تدري كذا تدري كذا، لحد ما كذبت علي وقلت له تريد الصدق اني ما خابرت والدتي ونسيت، وهسه راح يظل بالهم خل نطلع. ظل يطالع بوجهي وبعدين ابتسم ابتسامة غريبة، قال راح اروح اقضي حاجتي وارجع، يلا انت لم الغراض وصعدها بين ما اجيك. فرحت بذاك الوقت وقام هو يتمشى حتى يقضي حاجته وانا بديت اصعد بالغراض من الارض. وهذا الكلام كان تقريبا على الساعة 10. وبعد ما صعدت الغراض اتلفت والدي اختفى ما اعرف وين راح. مع العلم كنت اشوفه يعني يوم اللي راح يقضي حاجته على الضوء تقريبا او الاضاءة اللي كانت مشتعلة بالمكان مال السيارة. فاستغربت هو وين راح وبديت افتر وادور عليه لحد ما لقيته ممدد بأحد الاتجاهات بصورة غريبة بنفس المنظر اللي شفته أول مرة، لكن هالمرة كانت عيونه مفتوحة يعني وكانت كلها بيضة بالكامل. وكان يتكلم وياي ويقول لي اتركني واروح. بعدها قلت له انت جاي تتكلم لو لا؟ لأن كان الكلام مالته مو واضح ومناكه، وكان أشعر اكو حركة بالمكان. فإجا رجل يتمشى غريب ما شايفه قبل ولا أصلا المكان يوحي أنه أكو أحد بهالمكان. فتقرب ليمي وقال لي أخذ والدك وأطلع. فبذاك الوقت قلت له أنت منو؟ صرخ بي وقال لي أخذ والدك وأطلع، أنتو غير مرحب بيكم بالمكان، واللي سواه والدك ما راح نغفر له أبد، يلا أخذه وأطلع. طبعا أناني ما أعرف شون يعني جتني قوة زايدة، قدرت أحمل والدي على ظهري وأخذته ومشيت بي. بعد ما وصلت رميته بالسيارة وعفت كل الأشياء يعني اللي بقت تقريبا
من أشياء بسيطة يعني على الأرض. فبذاك الوقت أخذت والدي وانطلقت يعني بأقصى سرعتي، وأنا جاي أمشي كل ما أوصل فد صعدة أو نزدة كأنه ألمح شخص واقف وبعدين يختفي مباشرة. وطبعا طول الطريق وأنا أمشي كنت أشوف هاي الأشياء أو أشوف واحد يختفي، لحد ما وصلت تقريبا البيت مالتنا، وكان الوالد بذاك الوقت يفقد الوعي ويصحى، ولما نسأله يقول لي منعس، ولما أسأله شنو اللي صار هناك ما يجاوبني. لما وصلنا البيت نزل من السيارة يتمشى، وصل لحد الباب واني بكل غرابة سألته وقلت له هو شنو اللي صار، قال لي صار لا تتكلم بي أبد وما ريدك تفتح حلقك بالبيت. افتهمت؟ قلت له افتهمت، بس الصراحة مو والدي، لا اتبدل، انا ويا اصدقاء دائما الشاقة وياي ويضحك، يعني ما اعرف شبيه الوالد تبدل 180 درجة. وفعلا دخلنا اثنيناتنا ساكتين. فيوم اللي شافتني والدتي كانت يعني نايمة وصحت على الصوت، كانت تقول انتو مو قلتم بات؟ قلت له لا بدلنا رأينا. وانا رحت لغرفتي والوالد كذلك راح الغرفته. فيمكن ورا نص ساعة كنت نايماني شعرت اكو حركة بالغرفة، عبالي احد اخواني الصغار جو يعني ياخذون فد حاجة من غرفتي، متعودين لما يطلعون يعني المكان او شي ياخذون غراض بدون ما ادري ساعة على اي حاجة ثانية تلبس. ففتحت عيوني وكان القى شخص، الشخص هذا ما كان بشري نهائيا، كان عبارة عن كيان اسود كأنه جسم مال البشر بضخامة مرعبة ومخيفة، وإلى عيون لونها أحمر، واقف أمام السرير مالتي اللي أنا نايم عليه. ما قدرت أتحرك بالبداية، وبعدين صرخت بصوت عالي، واللي خلاني أتأكد أنه فعلا هذا اللي موجود قدامي مو بشر يوم اللي مشى ووصل الباب وكانت أكو إضاءة. أول ما طلع من الباب اختفى من قدامي مرة واحدة، وهذا الشيء خلاني موهوم وخلى أهلي يتأكدون أنه أكو شيء، لأن الوالد بذاك الوقت كان يقول لهم ما بي شيء وكان يحلم، وأنا كنت متأكد 100%. وبعدين أصر الوالد أنه أنا ما بي حاجة وما شفت أي شغلة. المهم لما راحوا من يمي رجع والدي رمى كلمتين بإذاني، قال لي نوبة الله إذا عدتها وقلت أشوف أحد أسوي بيك ما أسوي. طبعا أنا وقعت بحيرة من أمري، هذا والدي وبنفس الوقت الأشياء اللي صارت وياي كانت أشياء ما تصدق. وبعد يومين من هذا الحادث كل البيت يسألني بيكم شي ووالدك شنو صاير وياه، وأنا ما أتكلم، أقول لهم ماكو أي شي، عوفوا يجوز ضايج يجوز كذا يجوز الموضوع مأثر بي يجوز أكو مواضيع يعني بباله شاغلته، خلاص اتركوه الحالة. طبعا احنا عندنا مجلس وهالمجلس هذا مخلينا للضيوف يعني ما حد يدخل إله، الوالد من ساعة اللي اجينا وهو قاعد بذاك المجلس وما يقبل احد يدخل عليه، اذا احد دخل يتكلم وياه كلمتين يطرده ويقول له اطلع وسد الباب وراك وبعد لا تدخل. المهم رحت ونمت باحد الليالي وما حسيت غير الباب تندق علي، قمت حتى اشوف منه، فتحت الباب ولقيت والدي واقف ويقول لي يلا انا مختنق اريد اطلع للصحراء، يلا امشي حتى توديني ما بي حيل اسوق. الساعة كانت تقريبا 11، ووالدي صح ويحب الصحراء ويطلع بأي وقت، لكن بعمره وحياته ما سواها طلع بهيج وقت متأخر، إذا راح حسه شو وقت راح يرجع. فقلت احتمال يعني فعلا هو مختنق خلي أقوم، وقمت مباشرة وبدلت وطلعت هانيا وبديت أمشي. سلكت الطريق مال الصحراء وهسته ونجيت أريد ألوف أو أنعطف عليها، قال لي أنت وين رايح؟ استمر بالمشي إلا أني أقول لك. استمرينا نمشي أنا وياه ساعة تقريبا أو أكثر، وبعدها قال لي يلا انعطف وادخل منا، وبدينا ندخل. دخلني مكان السيارة ما تمشي بي، مكان كان كله عشب على الأرض يعني وصعدات ونزدات مستحيل واحد يدخل بي. فقلت للسيارة، قال لا سيارة ولا شيء استمر. استمرينا شوية وبعدها العشب تقريبا صار يختفي من أمامي، فدخلنا بمكان وشفت إضاءة من بعيد، والإضاءة ما كانت عادية، لكن يوم اللي انتبهت كان والدي مو طبيعي، السواد اللي كان بعيونه كان صغير والبياض اتوسع واكبر. فظليت اطالع بوجهه وانا اقود لحد ما اخذت السيارة مني وقال لي شبيك، لكن يوم اللي قالها كأنه عيونه اشتعلت
ضوه. قلت له لا انت شبيك شو عيونك؟ قال قوده وانت ساكت. لحد ما وصلنا المكان اللي بيضاع، واللي شفته هناك كانت مجموعة من الاشخاص كاشتين، لكن لا عندهم خيم ولا عندهم سيارات، وشاعلين نار تقريبا مو واحدة، ثلاثة الى اربعة، وكان عددهم كبير. وبس وصلنا ليومهم صاروا يرحبون بينا بطريقة غريبة، وصاروا يهللون ويقولون بكلمات اول مرة اسمعها لكن مبينة ترحيب. وبعد ما سألت والدي وقلت له دولة منو، قال يرحبون بينا هذولا يعرفونه. فقلت له انا اول مرة اشوف هيجي، هاي طبعا بعدنا منازلين من السيارة. قال لا تكثر كلام، الناس كلها عندها عادات وتقاليد، وهي هاي القبائل، هو انت منطوي وجالس ويا اصدقائك، وبدأ يغلط غلط ما احب اذكره. المهم نزلنا من السيارة والتموا حوالينا، لا هم يصيحون لا هم يعيطون، يعني طريقة غريبة جدا بالترحيب، والاكثر كان على والدي، حتى يجوا اليمة ووقفوا واحتضنوه. فيوم اللي طالعت تفاجأت انه اكو ريحة غريبة بالمكان، الريحة كأنها حيوانات او جثث متعفنة، ريحة ما تنطاق. شلون جالسين ما اعرف، فظليت واقف واناظر واطالع، وشوية وحسيت انه اكو ويانا نساء بالمكان، والمكان مختلط يعني نساء ورجال، والنساء كانت وجوهها مكشوفة، والنساء بنفس الوقت وجوهها كانت نهائيا ما تنطاق، مو جميلين نهائيا، واشكالهم واعمارهم كانت غريبة، يعني تشوف مرة كأنه جسم مال شابة لكن وجه عجوز وكهل، تشوف وحدة ثانية ظهرها جميل جدا وشعر وكذا، تلتفت عليك تلقاها يعني بشعة او مرة عجوز او طعنة بالسن. اشكالهم غريبة، ابتساماتهم حركتهم كل شيء كان يدور بهالمكان غريب. وجلس والدي وكأنه يعرفهم وصار يتكلم مثلهم. الصراحة اي احد بالمكان ما قدرت اكلم، يا اللي اكلمه يا اما يصرخ بي ويقول لي عوفني لا تحاكيني، يا اما ما يرد علي ويعوفني ويمشي. فقررت اروح لوالدي وافتهم. والدي كان قاعد بوسطهم، وصلت لي امي وطالعت بوجهه وقلت لها ساني اعوفك هنا انا واروح، لو انا اظل طالع بوجهي. وكان قام يعني قام وقف وقال لي قوم اتبعني، ومشي ومشي وانا امشي وراه. طلعني من المجموعة وبدأ يتكلم وياي ويقول لي ترى انا من جيت هنا أنا وجبتك، هو مو انا اللي جبتك، وترى احنا كلامه غريب. فقلت له ساني شنو اللي اسوي، انا ما اعرف شنو اللي اسوي. قال افتر وراك وناظر. يوم اللي ناظرت وراي ما لقيت اي احد، ولقيت السيارة ماتي مشتعلة مصابيحها فقط. التفتت على والدي حتى كلمه وكان يضحك بهستيرية، قال انت متخيل وحدك بهذا العالم؟ انا هنا أنا اول ما شفته هيك ركضت باتجاه السيارة، يوم اللي رحت وصعدت بالسيارة يعني طفت مباشرة الاضاءة اللي به، والمكان صار اظلم دقائق عديدة، ورجعت نفس الاضاءة ونفس النار بدت تنشب ونفس العالم. وبدأ والدي يتمشى لغاية ما وصل عند السيارة، والتفت وانطاني نظرة وضحكة وياها، وتقدم وظل بنصهم، وصاروا يفترون ويرقصون وصياحهم العالي، وانا جالس بالسيارة كل ساعة واحد يتقدم يطالع بالمقدمة ويعوفني ويرجع. وطول الوقت احاول اشغل السيارة احاول اشغلها وبدون اي فائدة، لغاية ما تعبت وما اعرف شلون غلبني النعاس. والنعاس اللي غلبني ما كان نعاس حقيقي، لان حسيت مرة واحدة بخدر بجسدي، ويوم اللي صحيت صحيت وانا جالس بالسيارة، وبالنسبة للوالد كان متمدد لي ورا كذلك. فتفاجئت شنو اللي صار، فصحيت والدي وقلت له اقعد. اول ما قعد طالع بوجهي ابتسم وحاكاني طبيعي، قال هاي احنا بيتنا هنا، اي تعبنا دي يلا، وكان ينزل من السيارة وصعد لي قدام وقال لي يلا امشي. افتريت وطلعت من الصحراء بسكات وبدون اي كلمة لحد ما وصلت البيت، وقلت لوالدتي قلت له ترى كذا وكذا صار قدام. عيونه قامت تتغير كأنه تطلع شرار من نار، وبدأ يقول لي انت جاي تسوي تريدني اقوم واملص راسك عن جسدك؟ فوالدتي قالت له ليش تحكي وياه بهاي الطريقة شنو اللي سواه؟ قال هالبارحة انا رحت على اصدقاء عندي كنت مختنق، ورحت له للغرفة وقلت له امشي اخذني، ووداني وهناك يتكلم عليهم ويقول ذولا جين ولا انس، والناس يعني ظلوا يطالعون بي وقالوا هاي شبي ابنك، ورجع جلس بالسيارة وما يقبل ينزل. فقلت لها لا هو لا اخذني
واختفوا وظهروا، وصرت انا المجنون وهو الصاحي. بدأ يحكي بكل رزانة وكأنه انا كنت احلم، خلاني اشك بنفسي اللحظة انه انا الاشياء اللي شفتها مجرد حلم لا اكثر. المهم تركته ومشيت صعدت بالغرفة، وتقريبا 10 دقائق مرت وانا جالس بالغرفة حسيت اكو حركة عند الباب، فرحت اريد افتح الباب واشوف منو. اول ما مديت ايدي وهستوني يعني بس نزلتها وانفتحت بيد الباب، ما حسيت غير الباب تندفع علي ويدخل علي ظل لونه اسود او شخص يعني كان سواده كامل. سقطت على الارض واغمى علي حرفيا، وما صحيت الا بعد تقريبا 4 إلى 5 ساعات. اهلي اجوا للغرفة حتى يشوفون يلقوني ممدد على الباب مال الارض ما حد يدري بي. شنو اللي صار ما تذكرت، وقلت لهم ما ادري، دخلت عند الباب وقالوا نوديك الدكتور كذا، قلت لهم لا لا ما بي اي حاجة، يجوز انا ما اكلت عدل. فاللي صار هناك يعني صار الكل بالبيت يصير ويا امور غريبة، يشوف اشياء لكن هو ما متأكد من عده، والوالد وحده كان يقعد ساعات طويلة بالمجلس ودائما يطلع ويرجع ويا اوقات المغرب، وتصرفاته وسلوكياته كلها تغيرت لغاية ما اجى علينا ابو صالح صاحبه ودق الباب وقال اني من زمن ما شايف والدك، وكل ما اتصل علي يا اما يرفضني يا اما يقفل جواله، بيكم شي صار لكم شي؟ قلت له تفضل، ودخلته للمجلس. وبهالاثناء كان والدي موجود بالمجلس، بدا يطالع بيه ويطالع بابو صالح وما تكلم وما ابتسم. مع العلم ابو صالح كان صديق والدي يعني صداقه قويه، فوالدي يعني ظل يطالع ابو صالح يطالع بي. ابو صالح قال لوالدي، قال له ايش بيك انت، شو ما تفتح علي خط، يعني جاي يتكلم ويا او يعتب. فكان يقول له مشغول اني، وكانت ردت فعله بارده. فابو صالح قال الظاهر اني جيت يعني مو بوقتها، والظاهر عندكم شي راح اطلع. فيوم اللي طلعاني عز علي، فطلعت ورا وتكلمت وياه وقلت له ترى والدي مو بخير وكنا مو بخير. قال شكو؟ قلت له صار ويانا شي، وهستوني بديت اتكلم وقلت له لا لا خلاص خلاص ما بينا شي، الله معك الله معك، وبديت يعني شلون ادفع بيه. الرجل راح لكن استلم انه احنا بينا حاجه. وبعدها يمكن بيومين دق الباب كذلك ويا شخص، وطردته من الباب وقلت له روح واحنا ما نستقبلك. وكانت وضعيتي غريبه بالبيت، لما ادخل يحجون علي ويقولوا لي شلون تسوي هيك، وبعدها يقولوا لي زين تسوي، يعني الامور كلها اتغيرت. وما كنا نعرف انه احنا جايبين مجموعه من الجن بالصحراء بسبب والدي ما اعرف شنو كان مسوي، وخلناهم عندنا بالبيت. وتقريبا بعد 15 الى 20 يوم اجوا اقارب انه، طبعا اجوا يا وقت الظهر يعني، فغدا وما غدا وشكوا انه احنا بينا فد حاجه غريبه، اشكونا وكلامنا كان غير منطق وياهم، وعرفوا عندنا مس من جن. بعد ما واحد من عندهم قرر يقرا قران، وهاي يعني موجوده عند اغلب العرب، لما يصير وياهم فد موقف يقرون فد آيات من القرآن. فيوم اللي قرأ قام والدي بذاك الوقت وتهجم عليه وطرده من البيت وقال له انت شنو جاي تسوي احنا ممسوسين، نفس الكلام اللي قاله لي اول مرة. وصاروا الرقاة الشرعيين يتناوبون على بيتنا بسبب ذولا اقاربنا، يومية جايبيننا واحد يقرأ قرآن لحد ما الجن شوية بدأ يضعف، ويوم اللي ضعف بدأ يسوي اساليب ثانية وهي اشعال النار بالغراف من العدم، تمسك بالبردات والسجاد اللي مفروش على الأرض والمفروشات مال البيت. وهناك اجى شخص وقالاني أتكفل بالموضوع، وفعلا بدأ يقرأ قرآني، وأول شخص تعافى هو أني، وبديت أحصن نفسي وبديت طول الليل قافل الباب علي وخاف من نهلي وتصرفاتهم وصياحهم اللي ما له داعي وخاصة والدي. وبعدين واحد تلو الآخر صاروا زينين، وبالنسبة لوالدي الجن كانوا مشلبين بي بقوة مو طبيعية، وكانوا يعني دائما يحاولون انه يؤذوه حتى بقراءة القرآن، والراقي يقول عوفوهم وتركوهم خلي يرتاح ونعوفه ساعات ونرجع. وبأحد الأيام تكلم الجن وقال ما أطلع من عنده، أذاني وكتل واحد من أولادي، شلون ما كنت تعرف، وشلون والدي كتله ما أدري، لكن يوم اللي طلع وغادر جسده والدي طبيعي يعني رجع، والدي سولف القصة اللي صارت وياه، قال لي بعد ما تركتني انت ورحت تجيب غراض انا حبيت افتر ويعني ادور حطب، لقيت لي مثل الجذع مال الشجرة موجود بالارض شكله غريب وكان يابس تماما، قلت هذا يفيدنا اطلعه ويعني اشلع منه الارض وما ادري شنو. يقول بذاك الوقت دورت على حاجة
ماكو يعني، فلقيت قطعة مع الخشب ثاني حبيت انه اكسر، فبديت اضرب يعني بيها واكسر. يوم اللي كنت اضربها كأنه الارض الجواية كلها تهتز، ما اقترثت الموضوع وقلت احتمال بيها جذور، فبديت اعت بيها يمنى وعلى يسرى. بعدين ضربتها ضربة قوية بالعصا الثانية اللي كانت عندي، وما حسيت غير بصرخة عالي وظهر شخص من التراب كأنه كان نايم، وقام واجى يركض علي وباتجاهي احتضني، واللي صار بعد ما ادري بي. سألته وقلت له الاشياء اللي صارت والتهديدات، بدأ يتذكر اشياء من عندي انا تكلمت وياه، وبعدين يقول لي لا انا ما قلت هيك، وبعدين يقول لا انا قلت لان الجن لما يسيطرون على واحد احيانا يسيطرون عليه بالكامل، فاكو اشياء تنفقد من حياته يعني ما راح يتذكرها ولا راح يشعر ان هو سواها الا بعد فترة. وبعد ما رجع والدي الصلاة والالتزام صار يوميا يتذكر حاجة لحد ما تذكر الموقف كامل، وكان يسولف لي قال لي انا يوم اللي اخذتك هذا كان عرس للجن وانا كنت احد المدعوين بهذا العرس. قلت له انت شخصيا؟ قال لا، الجن اللي كان عندي وهو اللي خلاني اخذك واروح. فقلت له بس انت جلست وانت تكلمت مثلهم؟ قال مو انا هو. فقلت له انت تذكرت الموقف؟ قال تذكرته يوم اللي اجيت انت واخذتني ورحت، ولما وقفت وحاجيتك واختفوا هم من وراك، هم اللي كانوا موجودين فراح من عندي. المهم دوخني بوقتها وما كنت تعرف يعني والدي شلون هي صار بي، ولا انا مقتنع بالشي اللي سواه، لان على حد قوله يقول انت يعني يوم اللي عفتني انا ضربت الجذع هذا بعصا ثاني، فشلون مات الجن ما اعرف. اذا واحد من عندكم عنده تفسير انه الجن فعلا يموتون بسهولة اذا انسي يضربهم او لا، فياريت تكتبولي بالتعليق. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا لليوم. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوني بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.